السلام عليكم ورحمة الله الخوت، بخير عليكم. وشي زيادة، الله يحفظكم. احنا تاني اليوم ان شاء الله، اليوم ان شاء الله الخوت، اليوم السبت تماما، اليوم السبت ان شاء الله. الله يجبنا، هذا هو العود ديال القسم باش كنقسموا الشجنة ان شاء الله. تنقولوا اليوم الاخر ان شاء الله، هذا كتاب طول العود. يا بسم الله، كيف قلت لكم اخوت، هذا هو العود. اخ يا الناس، يلا فقت، يلا فقت من الناس. هذا هو العود ديال الشجنه ديال القصيم ان شاء الله. هو هذا، هذا هو باش غادي نقسمو لداخل. هو هذا، والاشغال ما زالت مستمره. شوفوا الداخل كي داير. السلام عليكم، داير بخير بعدا. يلا خوت، السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا هادشي هذا ان شاء الله. لما كنقولوا خوت، انا ما تنقولو غير اليوم الاخر ان شاء الله. الا كتب اليوم، اليوم الاخر، باقي لنا القفل، القفل باقي، القفل باقي. سبويت لك تلك بلاصتها، ايوا صافي هادشي اللي كاين. غادي نمشيو نديو الشبيكة ديال الحداد. ها هو الاخ كمال، السبليوني اللي خرج، والله الا خرج السبليوني. هاد الشبيكة، هاد الشب، هذا هو اللي غادي ندير السقف. هو هذا الخوت، هو هذا عندي. كنت باغي ندير الكادر حتى الاخر. نعطيكم فكره، كنت باغي ندير الكادر بالدراع ديال العود. شويه فكرت، لان الشماشه اللي كنت دير هنا، الشماشه هذيك الطويله كنت دير هنا، يلا هدرتها جديده. وفاش بديت كنفصل فيها، راه هي مفصله لتحت الاخوان كما تشاهدون، راه هي مفصله لتحت. راه العود الخضر ديالها، داك العود الخضر ديالك لقيتو مسوس، يعني ما خدامش، يعني ما خدامش ليها العود الفوق، خاطر فيه الشتا وهذا، يعني ما خدامش. اللهم قلنا نديرو ليها كورنير، نسوديو الكورنير وغادي نديرو الشبيك لداخل وغنسوديو. متافقين؟ غنسوديو الكورنير تماك باش يبقى بعدا كومين جديد. راه ماشي هو دابا غادي نديو هاد الشبيك هذا السميد تماك، هو اللي غادي يقاد لنا الامور. اي سودي ليا باش نجيو نلصق داكشي. يلا الخوت، السلام عليكم. تنقول ان شاء الله اليوم غادي ندخل الحمام، اليوم ان شاء الله غادي يبات الحمام داخل باذن الله، الا بغى الله. يلا ما تقطعوش، نمشيو نشوفو السودو ونجيو. يلا السلام عليكم ورحمه الله. يخرج هاد السبليوني منين خرج؟ غادي يخرج، خطير داك السبليوني. يلا انا نمشي اخاي، نمشي ندي هذا داك السودو مع صاب ديال الكادر، الكادر اللي قلنا ديال هنا، ندي لهاد الشبيك هذا. شوف واش تما خصنا بلانشات كبار. شحال؟ جوج، جوج بلانشات ديال 3 متر وشي حاجه. هذيك قلت 3، قلت هنا 3 متر وصف. لا هذيك بلانشات 3 متر و 90، هادو 3 متر و 90. ها
حنا غادي نعبروها دابا اسكو 300 قلنا 55 و 365 حيت عبرنا حنا من الحيط للحيط 300 و 55 حنا نعبروا دابا ونشوف شنو خصنا صافي يلا الاخوان السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الخوت بخير عليكم واش مزيان عوده مجدده حنا مشينا حتى المحاط ديال العمل ديال السي كمال والصدور ان شاء الله اللي غادي يسود لنا ديك التوجيهه اللي قلنا غادي تكون الفوق توجيهه ان شاء الله التوجيهه اللي قلنا غادي تكون تتواجد معنا البطل الكبير جمال فورات تما حال ديال الخدمه وتصايبوا لي في الكوادر الله يسخر ليه جوار تيعاود يصايب اللوف ديالو ان شاء الله كيطار منهم الله هذا اللوف هو يدخل عليه بالصحه وشي ديكلاراسيون ان شاء الله يكون بمستوى الزان ان شاء الله حتى جمال راه تبارك الله راه خدام حتى هو راه دخل حتى هو سلاله نقيه لا باقي سلاله لا 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 اخي جمال راه باقي لا 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 فغي السلالة فالشهر 11 ان شاء الله الشهر 11 والله يسخر لك اخي جمال ولا انا موعد السلالة ومرات نتولوا معاك تندوزوا معاك عام زوين والفيديوهات وجمال فورات تبارك الله راه غني عن التعريف راه الكل تيعرفوا شنو بالك في الصداع هذا ديال الاتحاد السلاوي عندك شي كلمة ولا والو حنا الصراحة كنا بغينا نتولعوا مجموعين لان اخويا الناس خداو ذوك القرار الناس اللي خداو ذوك القرار راه تيعرفوا احسن منا حنا راه ما نعرفوش شحالهم اخي جمال راه هما تيعرفوا المصلحه ديالنا ذوك الناس كيف كيقول لك كل واحد يلعب في السيكتور ديالو الله يرحم الوالدين هي هي اللي جينا نهضروا في الحق راه من ناحيه العصبه هي تحيه لعصبه الغرب تحيه بعد العصبه اخي كنا بغينا ما كاينش الانصاف انا اللي كيبان لي ما كاينش الانصاف انا اخي كنت اخي جمال الصراحه الامنيه ديالي كنت اخي بغيت يبقاو شي مطرقات هنايا الشمال ديال الشمال هي زوينه تي حلوه وخا جوج مطارق جابشي خا جوج مطارق اخي جمال كنا الشغل فينا اخي ما كتبش نتمناو من الله اخي يعاودوا ان شاء الله يعاودوا يشوفوا فهمتي ان شاء الله هادشي اللي كاين اخويا جمال الله يسخر العصبه الغرب العصبه الغرب راه عصبه ديالنا هادي صافي راه تماما راه من بين نلعبوا لعبنا معاهم اخي تماما تماما وحنا باقي معاهم حتى لهاد وسلا راك عارف اتحاد سلا راه خوتنا وحبابنا الله يحفظك وتحياتي لك خويا كمال هذا هو السي كمال اللي غيصاب لنا التوجيه ان شاء الله ماشي التوجيه البلافون ديال الكولوار ان شاء الله راه شفتو مرحبا اخي جمال كلشي ديالك اخي الله يحفظك خويا كمال الله يحفظك العنوان ديال المحل هذا انا ها هو خويا العنوان ديال الكلمه الاخ ديالي واش عمرك ربيتي الحمام ولا كتفكر تربي الحمام لا هذا ما عنده الا مع حمام لا هذا ولد الاخ ديالي اخي جمال واه تفكر فيه العنوان مزيان اخي مزيان خوت هذا هو الشكل اللي غادي نديرو اللي قلنا غادي نديرو هو هذا باش يدخلنا الشميسه ان شاء الله هو هذا بحول الله يلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عوده مجدده الخوت انتم كيف كتلاحظوا هذا هو السقف اللي غنديرو في الكولوار هو هذا هذه الفكره ديالي كنت باغي نديرو بالعود كنت باغي ندير هنا بالعود اصلا خديت الدرع البارح ورجعتهم شوف شنو بانت ليا كتبان لي الفكره ديال انني نديرو بالكورنير بالحديد كان فكرت بانني نديرو بالكورنير علاش كورنير غادي يبقى يعني غادي يبقى تماك يعني راك عارف الكورنير غادي يبقى هادشي اللي كاين ودابا حنا جبنا راه جبنا الشبيك ديالنا هو كيتسودا اخ كمال ها هو اللي بغى يصاوب شي سبوتنيك ولا شي حاجه مدينه سالا ها هو كامل حدا لاباز حدا لاباز يلا الخوت السلام عليكم خوت صافي نهاية الأشغال هي هادي أنا مع بو كمال تبارك الله عليك خويا كمال تبارك الله عليك هاهي القديرة صافي دابا غادي تقسم على جوج وغنديو وغادي نلصقو إن شاء الله يلا الخوت السلام عليكم يلا شي كلمة أخيرة أخي كمال أخي جمال شنقول لك أخي سير الله يسخر لك هادشي اللي بغينا بغينا وليك أخويا بغينا كتكون بخير أخي جمال
خويا العزيز تحياتي ليك تحياتي ليك. بل يا خا جمال هذا النهار الاخر عندك في الشجنه وقال. الى كتاب اخويا الى كتاب. الله يسخر لك. يلاه السلام عليكم ورحمه الله. الله يحفظك.